أهلا بكم في المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم بعنوان الرؤى المستقبلية لجودة التعليم المقدم من البورد الذهبي العالمي للتدريب والاستشارات. أهلا بالسادة اللي حضرونا معنا عبر القاعة الإلكترونية للبورد الذهبي العالمي. أهلا بحضراتكم جميعا. الجودة في التعليم مصطلح من المصطلحات الذي أصبح بيشغل بال العاملين بالتعليم، وذلك من أجل الحصول على أفضل المستويات وأعلاها في سبيل إعداد جيل متسلح بالتعليم الجيد وإعداد جيل مؤهل للقيادة وصناعة الحضارة والتقدم على كافة المستويات المعرفية والنفسية والاجتماعية. نجد الآن العديد من المدارس والجامعات التي تسعى للحصول على الجودة، ولكن هناك الكثير من الأفراد الذين لا يعرفون ما هي الجودة وما هي أهميتها وما هي المعايير التي يجب أن تسير عليها المؤسسة التعليمية للحصول على الجودة. ومن هنا جاء مؤتمرنا العربي الدولي لضمان جودة التعليم بعنوان الرؤى المستقبلية لجودة التعليم. والآن نبدأ فعاليات المؤتمر، وأتمنى لحضراتكم وقت ممتع ومفيد. فنلندا تلك الدولة التي عندما نتحدث عن التعليم فيها نتحدث عن مسيرة تعليمية رائعة لدولة انتقلت من قاع الهرم التعليمي إلى قمته وتربعت على عرش التعليم في العالم، ولا يشك أحد أنها تستحق مركز الصدارة لما قدمته من تجربة تربوية وتعليمية مبهرة جعلت العالم المتقدم يقف مذهولا أمام هذه التجربة الرائدة. أسباب التوافق والتجانس في التجربة الفنلندية، وربما تختلف التقييمات الدولية من مؤسسة لأخرى، فمن الناس من يقول الآن أصبحت سنغافورة هي الأولى في العالم. نحن لا نتحدث عن ترتيب حالي أو ترتيب سابق، إنما نتحدث عن دولة ظلت لمدة 10 سنوات تقريبا متربعة على عرش التعليم في العالم. أسباب التوافق، بداية الطفل والمعلم والدولة. بخصوص الطفل، قامت فلسفة تعليمية في فنلندا تقوم تحت شعار لن ننسى طفل، لتشجيع كل طلاب فنلندا على المشاركة في التعليم الإلزامي في المرحلة الأساسية. وصلت نسبة من أتموا التعليم الإجباري أو الإلزامي إلى 99%، وهو معدل خارق للعادة. المحاضرة بعنوان الجودة من أين تبدأ وكيف تثمر؟ طبعا لان الجوده مفهومها يعني ليها مفاهيم متعدده وتعريفات متعدده، والناس بتقبلش فكره الجوده لان الفكره فاكرين انها مستورده ومش موجوده من عندنا. لا، هي موجوده عندنا، بل بالعكس هي في ديننا كمان ونازله في القران الكريم. انا طبعا كنت مراجع جوده، فعارفه ايه ردود افعال الناس حوالين الجودة وتقبلهم للفكرة، وهل هم بيطبقوها ولا لا، مقتنعين بفكرة التطبيق ولا لا. فالكلام من أرض ومن واقع التجربة اللي أنا مريت بيها، ولأن احنا في جودة وفي مجال الجودة، فلازم في كل من الإنسان المختص أو مسؤول عن الجودة يكون بيطبق معايير الجودة. طبعا احنا عارفين معايير الجودة لازم يبقى فيه رؤية وفيه رسالة وفيه أهداف وفيه مبادئ. كل مؤسسة وحتى كل إنسان علشان يتطور ويبقى جيد في أدائه لازم يحط لنفسه كده هدف في حياته، رؤية لنفسه، رسالة، أهداف عايز يحققها. أثبتت الدراسات الحديثة يا جماعة إن العقل بيبدأ من القلب أو موجود فعلا في القلب، زي ما الآية القرآنية قالت بالظبط. العقل لو ما تفتحش واستوعب المعلومة هي مش هتتنظم في الذاكرة فوق، يبقى الدماغ أو المخ زي ما بيقولوا هو يعني المنطقة اللي بتحدد فيها كل ملف يتحط فيه. علشان كده
الطالب عمره ما هيستقبل الا اذا انا فتحت قلبه للمعلومات وحببته في الماده اللي هو بيدرسها. كتير جدا من الطلبه اللي كان مستواهم متدني جدا بالحب او بالطريقه الكويسه، بالطريقه اللينه، بالطريقه اللي ما فيهاش عنف، اللي فيها تقدير لشخصه ولقدراته، اللي بتبتدي من عند انت تقدر تعمل ايه، دي انجح الطرق. لكن الحشو والتلقين والتلقين تلقين تلقين مش ممكن هيطلع طفل او طالب او عالم او مخترع. ليه؟ لان المعرفه ليها مستويات. استقبال المعلومه ده معرفه، لكن الابداع نفسه محتاج ان لازم يبقى فيه عقل يشتغل ينشط علشان يخرج المعلومه دي ويبدعها بشكل جديد، يكمل ويضم مجموعه معلومه مع معلومه. احنا قلنا في النظريه البنائيه، في كمان انا اعتقد ان في نظريه جديده ان شاء الله في المستقبل اتمنى انها تظهر، اسمها يعني النظريه القرانيه، اللي هي بتبدا ان المعرفه بتبدا من القلب. وفعلا يعني في دراسات اجنبيه انا ترجمتها بتقول ان الذاكره كمان عند الانسان موجوده في كل خليه دم موجوده في الانسان. معانا المدربة حنان عبد الرحيم، عايزين نعرف انطباع حضرتك عن المؤتمر النهاردة. المؤتمر والله أكتر من رائع ونجح نجاح باهر طبعا بفضل التنظيم، واللي هي فكرة جميلة جدا، يعني دعت لأفكار جميلة في جودة التعليم، وأتمنى أنها تتعمم كمان، أن هو أتاحت الفرصة أن هو بس يعني بس مباشر، ده تعميم للفكرة كبير وواسع. أنا طبعا بشكر القائمين على المؤتمر، وبشكر رجال التعليم اللي جم، قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، السيد وكيل الوزارة خالد حجازي، والأستاذ محمود الفولي وكيل المديرية، والأستاذ عادل عبد المنعم وكيل مديرية الفيوم، وكل السادة الحضور. بشكر الدكتور عبير على مجهودها الرائع، والأستاذ حسين على مجهوده المبذول واستحمالهم إن أنا اتكلمت معاهم. فهما بصراحة الأفكار اللي عرضوها وسمحوا إنها تتعرض أو توصل أفكار هتبني بعد كده في التعليم، يعني أتمنى إنها تتبنى، يتبنوها رجال التعليم. وطبعاً القيادات اللي جت رحبت وكانوا مبسوطين جداً جداً، وأنا بصراحة شفت المشاركات والتفاعلات مع المتدربين الموجودين الحضور جميلة جداً، أوراق العمل فيها أفكار رائعة جداً عرضها الأستاذ عبير بمنتهى الكفاءة يعني، فجميلة. المؤتمر منظم جداً، دقيق، يعني ماشي برتم هايل جدا جدا. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى يكون في مؤتمر ثاني وثالث وعاشر. التعليم التدريبي في المرحلتين التربويه والجامعيه. لماذا انا اسميتها تربويه؟ لاني انا اعتقد ان الطالب من الروضه الى ان يتخرج من الثانويه العامه هنا يتلقى تربيه مع تعليم. اما ما بعد الجامعه فيعتقد انه قد اسس لنفسه تربيه ملائمة يستطيع أن ينهى نفسه عن ويعني عن الزلل، وقد يعني صحي ضميره وقد صار جاهز لتقبل التعليم العالي. أما أن نربي شخص بعد الثانوية فهذا صعب شوية، لازم يكون التربية من بداية نضوج الشخص، ويعني تقبل يكون عنده قابلية للتربية حتى يؤسس عليها التعليم. معنا الدكتور عبد العزيز يحيى الهاشمي، عايزين نعرف انطباع حضرتك عن المؤتمر. والله المؤتمر الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، المؤتمر الحمد لله كان ناجحا بفضل جهود القائمين عليه، وكان نموذجيا الحقيقة، يعني من ناحية الترتيب، من ناحية عدم الفوضى، من ناحية قلة الناس اللي تحت استوعبوا، والكوادر المهمة يعني مش من هب ودب يعني. وكان تنظيم من أروع ما يكون يعني. يعني لو قلنا مثلا فيه ناحية أداء الشهادات مثلا، بس لو كمثال يعني، ومغلف مش عارف إيه، تحس كده إنه تحترم الضيف يعني. والتكلفة يعني أنا أرى أنها ليست هي كل شيء، أهم شيء الانطباع الذي يخرج به المشارك. الأوراق التي قدمت والله كانت بكم ما كنت أتوقع، ورقة ورقتين. أنا حضرت أكثر من مؤتمر كانت تقدم ورقة ورقتين، أحيانا تقدم محاضرة أونلاين طويلة ومملة ومكررة، هنا ما شاء الله أوراق كثيرة ومختصرة وتصب في مواضيع محددة. أنا عجبني كثرة المشاركين في الأوراق،
وأيضا المحاولة التي عولجت في المؤتمر محاور مهمة جدا مما قدمته أنا وقدمته للأستاذ الدكتور عبير والدكتور حسني، وكانت يعني عامة وشاملة لكل ما يخص تطوير التعليم. وأشكركم على مشاركتكم الرائعة، وهنختم النهاردة إن شاء الله بنموذج جديد، هو مش جديد، هو اجعل مدرستك بيت الخبرة المدرسية. بيت الخبرة المدرسية هو مش جديد على مصر، يعني لو احنا بنتكلم عن طبعا في كتير من القاعة تمام مصريين صح؟ مش كده؟ فاكرين زمان لما يكون يقولك النحاسين؟ ها؟ وكان في ايه؟ النجارين؟ وكان في طايفة الدباجة الجلود؟ على فكرة ده بيت خبرة. والايه؟ والقصابين، ده كان بيت خبرة. يعني ايه بيت خبرة؟ كان اي حد عايز يروح يتعلم المهنة يروح يعمل ايه؟ يروح للناس دي صح؟ يقولك ايه؟ اربابها. معلش انا مصرية حتى النخاع، وانا جنوية، انا من قنا. مدرستك تبقى هي كمان بيت ايه؟ بيت خبرة مدرسية. لو دورتوا على مواقع في السعودية هتلاقوا ان يعني كانت في دراسة بس قالوا لي ان الرقم ده اتغير، ان في اكبر 8 بيوت خبرة مدرسية في السعودية. عندنا برضو تجربة اللي هي المدرسة اليابانية، في برضو كان الدكتور شي بيقول في المدارس الدولية بقت تخلي المدارس الحكومية هي دي بقى نمط مشابه لبيت الايه الخبرة. معنا الدكتور عبير فؤاد عجمي، عايزين نسأل حضرتك عن انطباع حضرتك عن المؤتمر النهاردة. الحقيقة المؤتمر منظم جدا جدا، وكان فيه 4 محاور 4 محاضرات كانوا فعلا رائعين، استفدنا كتير. أوراق العمل كمان اللي كانت معروضة، يعني أنا ما كنتش متخيلة كم أوراق العمل وقد إيه الأفكار جديدة وغير تقليدية، يعني في أغلبهم كانت فعلا أوراق عمل رائعة جدا جدا جدا. والحمد لله المؤتمر كان منظم يعني جدا. يعني كده مشاهدينا نكون وصلنا لختام المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم. كانت معكم مروة مجدي من مصر البلد.